السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول للعودة بفوز ثمين من ملعب إبسويتش تاون برسم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. فبعد نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي، دخل الريدز الشوط الثاني وعينه على شباك منافسه، وفي الدقيقة 60 أي بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، محمد صلاح يمرر كرة على طبق ديغو جوتا الذي افتتح باب التسجيل. 5 دقائق بعد ذلك محمد صلاح يعود بنفسه، وبعد تبادل ثنائي داخل منطقة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول، وهو الهدف الذي يعد التاسع لمحمد صلاح في الجولات الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعد رقم قياسي غير مسبوق، حيث تخطى كل النجوم السابقين مثل هاري كين ومثل آلان شيرر وغيرهم، ويصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في الجولة الافتتاحية. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.